السلام عليكم حبيباتي احبائي، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحه جيده ان شاء الله. اليوم ان شاء الله غادي نصايبوا الباغيت. اي الباغيت في الدار بحال المخبزات، يتوجد بسرعه بلا روبو بلا تبلات بلا حتى شي حاجه، غير خلطه واحده وهو وجد. يلا بقاو معايا باش نشوفوا طريقه التحضير ديالو وكذلك المقادير اللي هي بسيطه وبسيطه بزاف. يلا اتو دو سويت. اول حاجه غادي نحتاجو نص كيلو ديال الدقيق، ممكن ديروا الدقيق اللي هكا محكامل، انا ما متوفرش عندي بحيت حنا كيف قلت لكم دابا حنا في هذه الازمه ديال كورونا، ما بقاش الطحين تيتباع او الدقيق تيتباع، يعني فرينه ما بقناش نلقاوها، اللي موجود بكثره هي السميده. دونك انا هنا بقات عندي واحد الدقيق بيو كان عندي هو اللي غادي نستعمل. غادي ناخذ زلافه، ممكن انا تنعبر بزلافه وبزوجهم فيهم نص كيلو، ممكن تاخذوا غير الطحين بوحديتو نص كيلو ديال الطحين. اول حاجه غادي نضيف هنايا نص كيلو ديال الدقيق، يعني بزوجهم تيديروا نص كيلو، انا عبرت بزلافه احسن ديروا نتوما جوج زلافات، العبر ديالهم هو نص كيلو. غادي نضيف هنايا شويه الملحه، يعني معلقه صغيره، انا هاد الملحه مجهده درت شويه منها. غادي نحتاجو 10 غرام ديال الخميره، دونك هنا عندي 7، غادي نزيد عليها واحد شويه باش تعطيني 10 غرام كيف تتشوفوا هنايا. غادي نضيف عليها واحد شويه فوالا. غادي ناخذ هنا واحد شويه ديال الماء وغادي نخلط. غادي نحتاجو جوج كيسان ونص ديال العنبه، جوج كيسان ديال العنبه ونص، يعني ما يعادل 400 مليلتر ديال الماء، يعني غادي نوضعهم مباشره هنايا. كي قلت لكم ما كاين لا تبلاك ما كاين لا حتى شي حاجه، مباشره غادي نحركو بالمعلقه وغادي نضيف هنايا الخميره ديالي كامله. هنا كي قلت لكم وضعنا الماء وغادي نحركو، يعني كي قلت لكم ما غادي نخلط لا بروبو ما نعجن في القصريه لا والو، معلقه وصافي، غير معلقه كافيه قديرنا الغراض. غادي نحركو بحال هكذا، تنخلطات باش تدخل الخميره وتدخل هذيك الملحه في بعضياتهم وصافي. كيف تتشوفوا دابا الخليط راه جاري ماشي قاصح، وغادي نوضعها دابا، غادي نغطيها فيلم اليمونتير صافي. يعني كي قلت لكم ما كاين لا تدلاك ما كاين حتى شي حاجه، انا وضعت ليها هذا كيف تتشوفوا هنايا الماء طاب، طاب لينا مزيان اغلى. غادي نخوي هنا في هاد السلافه، غادي نغطي هاد السلافه ديالي، نغطيه مزيان وغادي نوضعو هنا في الداخل، ندخل السلافه تاعي نسد الفران. غادي نخليوها نص ساعه تخمر، كيف تشوفوا نص ساعة ومن بعد غادي نخرجها وغادي نوريكم الكمالة. كيف تشوفوا هنا غادي ندهن هاد الطاولة اللي تنديرو، هذا اللي تنديرو فيه الباغيت، غادي ندهن مزيان. وممكن ديروه بابي كويسون بلا ما ديروا الزبدة وديروا عليه العجين، ولا ما كانش عندكم هاد القالب ديال الباغيت ممكن ديروا داك البلاصة تدخلوا للفران ديروا فيه العجين وطيبوه في الفران، ممكن تذوبوها وديروها بالبانسو ماشي مشكل، انا غادي نديرها هي هكذا. غادي ناخذ شويه ديال الدقيق هذا وغادي نرش بحال هكذا، كي تشوفوا دابا غادي نخرج الماء اللي فيه العجين، يعني هاك تشوفوا خمرات لي العجينه.
وهذا الماء اللي عندنا هنا غادي نوضعو هنا، غادي نديرها على درجه الحراره 225 العافيه من الفوق ومن التحت فوالا، وغادي نخليه سخون بيد ما انا غادي نصايب لي باغيت في البلاط. كيف تشوفوا هذا هو العجين ديالنا اللي خرجناه، جا على هذا الشكل هذا. دونك غادي ناخذ انا غير بشويه بشويه كيف تشوفوا، يعني راه مرخوف ماشي قاصح، انا تندير هذه الطريقه، انا هذه الطريقه تجيني ساهله. وغادي نسرحوها مزيان بالمعلقه في الجناب باش تمشي لنا يعني مقاده، ومن بعد غادي ندير عليها شويه ديال الدقيق، غادي نسوسو عليها باش تجينا عليها هذيك القرمشه، ماشي كثيره بزاف يعني متوسطه، حيت لما درناش غادي تجي فريمون كروستيون، غادي تجي فريمون مقرمل مقرمل بزاف، سيميو نديرو ليه واحد شويه ديال الدقيق، ومن بعد غادي نفلحوه بالسكين، اما ديروا يعني شريط طويل ولا غادي تقطعوه هكذا كروا، ولا غادي ديروه مثلا كيف الطريقه تندير في الكمير يعني شرائط مائله، وغادي نديروا الحبيبات اللي عندنا، كل واحد يدير الحبوب اللي موجوده عنده. غادي ناخذ مثلا هذه الزريعه ديال البافو وغادي نوضع بحال هكذا، نحني لكم الاختيار كل واحد يدير اللي بغى، انا غادي ندير الزريعه ديال النيجل ديال حبه البركه او السانوج، هنا غادي ندير الشيا تجي زوينه حتى هي في الخبز، هنا زريعه الكتان غادي ندير هنايا واحد شويه، يعني كي تشوفوا واخا درتها فوق الدقيق ما يهمش، لان من بعد ما غادي نديرها في الفران غادي تنفخ، غادي هذوك الزريعات غادي يدخلوا. دابا ودابا ما علينا الا وضعوها في الفرن كيف تشوفوا، كي تشوفوا دابا غادي نوضع الخبز ديالنا، غادي نوضع الخبز يعني نطلعو شويه الفوق، نوضعوه هكذا في الفرن، غادي نديرو على 25 دقيقه كيف تتشوفوا، وغادي ندير درجه الحراره 240 كيف تتشوفوا. انا غادي نجبد دابا الخبز ديالي، ها هو كيف تتشوفوا هذا هو الخبز ديالنا، جاء رائع كيف تتشوفوا، غادي يعني باقي سخون تشوفوا الخبيزه جات رائعه، الكمير ديالنا جا رائع مقرمش من الفوق من برا ورطب من الداخل فريمون مهوي، وتيجي رائع فريمون تيستحق تجربه، يعني خصكم تجربوه وتردوا عليا. احبائي وصلنا لنهايه الفيديو، نتمنى ان هاد الباغيت تجربوه في ديوركم، يجي رائع مقرمش فريمون احسن من ديال المخبزات، وسيرتو ما تياخذش لينا الوقت دغيا، غير خلطه وحده وهو وجد. نتمنى انكم تجربوه كذلك وتبارطاجيو مع الاصدقاء ديالكم، وما تنساوش تبخلوا عليا بلي لايك بلي كومونتير، وكذلك الناس الجداد بسابوني باش تكبر القناه ديالنا ونعطي اكثر اكثر ما عندي. الى اللقاء حبيباتي احبائي، الى فيديو اخر ان شاء الله، مع السلامه.